يعني اليوم أردت أن أتكلم، في ذلك عددت الرسائل. اليوم وصلني تقريبا قرابة 27 رسالة، كلها يا شيخي رأيت في المنام، يا شيخي كنت جالس أذكر ورأيت، يا شيخي كنت جالس وسمعت صوتا، يا شيخي أنا جلست أذكر الله وطفيت الضوء وظهر نور، يا شيخي أنا البارحة نمت ورأيت منام، يا كلهم شيخي رأيت وشيخي سمعت وشيخي شفت وشيخي حسيت. هل هذا الطريق أيها الإخوة؟ بالله عليكم هل هذا الطريق؟ أصبحنا نسمع عجيب. قرأنا في كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني وكتب سيدنا أحمد الرفاعي وكتب سيدنا كل أئمة الطريق، ما وجدنا مثل هذه السخافات، ما وجدنا السخافات، رأيت وذهبت ودرت. وتحول الطريق إلى مجموعة من الهلوسات، مجموعة من الخواطر، مجموعة من نحن لا ننكرها، الخواطر موجودة والواردات موجودة والرؤى موجودة والمنامات لكن ليس بهذا الشكل، ليس بهذا الأسلوب. أصبحت المنامات أخذتنا كليا. يأتيني الرجل يا سيدي أنا أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثني برؤية بدون سابق، فورا أنا رأيت النبي يحدثك قصة طويلة، أقول له منام ولا يقظة؟ لا سيدي يقظة. طيب تمام الله يجزيك الخير ما شاء الله الله طب ما المطلوب؟ قال يا سيدي والله ما فهمت أريدك تفهمني. يا أخي أنا والله ما أرى النبي يقظة، يا أخي أنا أقل منك، إذا كنت ترى النبي يقظة فأنت من الأقطاب من الأولياء. جاءني أحد الإخوة من إحدى الدول لا أريد أن أسميه، يجتمع بسيدنا إبراهيم في اليقظة، ويجتمع بسيدنا موسى في اليقظة، ويجتمع بسيدنا عيسى في اليقظة، ويجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وبسيدنا علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وعثمان والحسن والحسين وموسى الكاظم وجعفر الصادق ومحمد الباقر وزين العابدين وعدل الأئمة الاثنى عشر والشيخ عبد القادر والشيخ الأقطاب الأربعة. والله لا أبالغ ولا أزيد، كل هؤلاء يجتمع بهم وأخذ عنهم ويبايعهم. يا سلام، أنا أمام رجل عجيب سوبرمان. قلت له طيب يا أخي ما المطلوب مني؟ قال يا شيخي أنا أموري ملخبطة وقالوا لي إنه كل هؤلاء الأولياء أعطوني علوم. يعني تصور سيدنا علي بن أبي طالب يعطي علم، والنبي يعطي علم، وأبو بكر يعطي علم، وعثمان وعيسى كلهم أعطوا علوم، وجاي لعند مخلف العلي يريد يفتح له أبواب هذه العلوم. يا رجل اتق الله، هؤلاء أعطوا علوم وجاي لعندي يريدني أنا أفتح له، قال هذه العلوم مقفلة وتحتاج إلى شيخ يفتحها. هذا الذي نتكلم عنه. 90% من المنامات والأحوال التي تعتري السالكين اليوم هي استدراجات من الشياطين. تمنيت أن يأتي السالك يقول لك يا سيدي والله أشكو ما عم أصلي الفجر، يا سيدي الصلوات الخمسة ما عم أحافظ عليه. الأحوال، الاستقامة، العبادة ابتعدنا عنها بعد كبير، وقعنا في حالة من الادعاءات. كل السالكين تراهم يرون النبي ويرون الأولياء، أحوال عجيبة. وتنظر إلى حالهم، تنظر إلى حالهم لا ترى شيئا. لذلك أيها الإخوة الكرام، هذه الأحوال التي ترونها كلها ليست بفتح، ليست بفتح. نعم أقولها، متى ما سمعت أحد يقول لك أنا رأيت النبي وأنا شفت الشيخ عبد الله، هذا ليس مفتوح علي. نعم إن كنت صادقا فحال الصادقين الكتمان، أما قال أهل الله أن الولي يستحي من كرامته كما تستحي الفتاة من حيضها، فما بالنا بسالكين ومريدين ليس لهم إلا رأيت وشفت ويتحدثون عن أحوالهم. هذا أحوال السالكين يا شباب. فإن كانوا صادقين فهذه ليست أحوال الصادقين، وإن كانوا كاذبين فنقول لهم اتقوا الله ولا نكذبهم، بل غالبهم هم وقعوا في شباك الدولة الباطنية الزائفة التي هي استدراج بالمنامات، يريك رؤيا. يا رجل
الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه يقول: لاح لي نور في السماء وظهرت منه صورة وقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك، حللت لك المحرمات، من أنت؟ المشكلة أنه في بعض المريدين يعصم نفسه. يا أخي لا تكون الرؤيا، يا سيدي أنا متأكد أن الرؤيا حق، من أنت؟ من أنت حتى تعصم نفسك من الشيطان وقد جاء إلى من هو خير منك؟ الشيطان جاء إلى الجنيد ليستدرجه، بل وجاء إلى النبي وجاء إلى الأنبياء وجاء إلى أولياء ليستدرجهم، ويأتيك مريد سالك ما يصلي الفجر جماعة ولا يصلي بالمسجد ولا يعرف شيء من عبادة ربه إلا قليل، يقول لك: لا يا سيدي أنا متأكد أن الرؤية حق. الشيخ عبد القادر ما تأكد أن الرؤية حق، وكبار الأولياء ما تأكدوا إلا هو يعرف الرؤية حق. اتق الله بنفسك يا رجل، إن كانت حق فوجب عليك الكتمان، اكتم. لذلك الحال الصادق له علامات الاستقامة. يا جماعة قد شبعنا من كلام فارغ ومن القشور وغيرنا أكل الثمر. نعم، لا، التصوف أصبح لعبة وأضحوك بأيدي كثير من الناس، أدعياء أدعياء أدعياء. اتقوا الله في هذا التصوف، والله إن الأمة أحوج ما تكون اليوم إلى الصوفية، أحوج ما تكون إلى التصوف الصحيح، أحوج ما تكون إلى الصفاء، إلى النقاء، إلى الذكر، إلى الاستقامة. لكن بوسط هذه الادعاءات، بوسط هذه الطقوس، بوجد هذه الأحوال، الناس صارت تنفر، الناس ما عادت تعرف أين تذهب. لذلك ارجعوا إلى الله، ها أنا ذا قدوتنا رسول الله والصحابة والشيخ عبد القادر والإمام الرفاعي والدسوقي والبدوي، تعالوا كونوا كما كأحوالهم. قد شبعنا من الترهات، وشبعنا من الادعاءات، وشبعنا من الزندقات. وقد قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. لا تقل لي أنك ولي من الأولياء وأنت مخالف لسنة رسول الله. ارجع إلى سيرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ارجع إلى سيرة سيدنا أحمد الرفاعي، ارجع إلى سيرة أبو الحسن الشاذلي. كانوا لا يخالفون سنة، كانوا سادة الناس، صفوة الناس، أعلم الناس، أقرب الناس إلى الله. ونحن اليوم نرى أحوالا عجيبة. ومن أراد أن يدعي أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون صورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه بأخلاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقولها لكم بالأخير: انشغلوا بالله عز وجل ولا تنشغلوا بغيره. نحن وصلنا إلى حالة تصوفنا طرقعات وطقوس وقال وقيل، وإذا ما جاءتنا نصيحة رفضناها، وإذا ما جاءتنا ذكرى أغفلناها. إذا ذكر شيخ أمامنا طعنا به، وإذا ذكرت طريقة أخرى استهزأنا بها. تناحر بين الطرق، جهل، ابتعاد عن كتاب الله، والناس تنتظر منا، تنتظر أن يقوم الصوفية، أن يرجع الصوفية إلى عهدهم. ارجع إلى القرن الخامس الهجري، ارجع إلى القرن الخامس الهجري وانظر ماذا فعل الصوفية، كيف كانوا في جيش صلاح الدين الأيوبي. نور الدين زنكي كان صوفيا، محمود زنكي، عماد الدين زنكي، والد من تلاميذ الشيخ عبد القادر وصلاح الدين وابن غيرهم. فما بالنا أيها الإخوة اليوم؟ دعونا نرجع إلى الله. فليس التصوف لبس الصوف ترقعه، ولا سر بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صراخ ولا بكاء ولا طرب كأن قد صرت مجنونا. التصوف أخلاق، التصوف آداب، التصوف أذكار، التصوف مجاهدة، التصوف عبادة، التصوف أن تكون مع الله، أن تكون مع الله وتترك ما سواه.